النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. شارك أكثر من 100 طالب جامعي من الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي لشركة ألبا في ورشتي عمل مكثفتين شملتا برنامجي مخيم الإبداع وملازمة الوظائف التابعين لمنظمة إنجاز البحرين. وشهد الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي جانبا من فعاليات الورشتين، حيث أكد في كلمته للمتدربين على أهمية التعلم المستمر وشجعهم على تحقيق الاستفادة القصوى من مسيرتهم التعليمية. كما أشاد البقالي بالدور الهام الذي تطلع به مؤسسة إنجاز البحرين بقيادة سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس الإدارة في تنمية قدرات وتمكين الشباب البحريني. قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع بنسبة 61% بين عامي 2017 و 2023 ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار. وأضاف تعليقا على موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة. وكان للمركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة دور رائد في تنفيذها. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين في البلاد والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وإجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك. وذكر البنك المركزي المصري في خطاب موجه للبنوك أن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن صناعتي أشباه المواصلات والسيارات قادت صادرات كوريا الجنوبية في الربع الثاني، حيث شكلت السلع مستوى قياسي مرتفع بلغ أكثر من 35% من إجمالي الشحنات الصادرة. وبحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية فقد بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الرقائق والسيارات 54 مليارا و300 مليون دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.